دابا هادي من الصغر ديالي تقريبا كيعاودوا لي غير الوالدين، انا ما كنعقلش. قالوا لي بان كانت جاتني تسليمت يعني السخانه، وبقات فاش صحيت وداكشي بقات ضراني ايدي ورجلي. ودابا مع الكبر، ملي كنت صغير كنت كنتحرك مزيان، سميتو نخدم كل شيء، واخا كانت ديك الاعاقه واخا شويه كانت كنت ديك محركه. الاعاقه شويه كنت محرك، ما كنمدش يدي لشي واحد، وسميتو ما كنرضاش. ولكن للاسف الظروف جات قوه مني، ولهذا هذا هو السبب اللي خلاني دابا. واحد الموتور كانوا هداو ليا شي محسنين، كنت قاطع الشانطي، واحد السيده توقف الطوموبيل ديالو، عيطوا عليا هما جوج الناس في الطوموبيل، عيطوا عليا. قال لي يا خويا فين كتسكن؟ قلت لي كنسكن في الزيتونه. قال لي يمكن لك تخلي لينا النمره ديالك؟ بقيت كنشوف فيه. قال لي غير دير نيه وخلي لينا النمره ديالك، وخليتها ليهم. واتصلوا بيا من بعد، جابوا لي هذاك الموتور. هو اللي كان مساعدني، هو السبب، هو زعما اللي كيساعدني على القوت ديالي اليومي، وباش كنخلص شويه الكرا وهادي. ومحسنين تما من في البلاصه فين كان كاردي، كيتعاونوا معايا الناس، واخا من غير كارديناج كيتعاونوا معايا الناس. هذا هو اللي كاين. ملي خسر الموتور، هو بالضبط شهر واحد خسر لي الموتور، ديبلاسيت هذيك الشهرين بالطاكسي، كنمشي في الطاكسي وكنرجع في الطاكسي. ومن تما كاين جا الحجر الصحي، وبقيت جالس. داكشي اللي كيرسلوا لي، كترسلوا لي الدوله ديك ال1000 درهم، كنت كنخلص بها الكرا وغادي، ديال الدعم هو باش كنت كنخلص هاد الشهور اللي دازت. دابا هاد الشهر هذا ما لقيتش باش نخلصو، والماء والضو تجمع عليا، حتى هو ما كناش كنخلصوه في الحجر الصحي. وكنناشد الناس المحسنين باش يساعدوني يتعاونوا معايا، الله يجازيهم بخير. ولكن ملي ساعدتنا الدوله بداك الدعم ديال 1000 درهم، بقيت فين ما شديت ال1000 درهم كنعطيها للسيد، في سميتو كنعطي 16000 ريال ديالو. دابا راه الغالب الله. ومن دابا من الدار مزيرني على الكرا، وهذه الثالثه في المرات كان واعدو بانه غادي نعطيها، الغالب الله ما لقيتش منين نعطي. اخر كلمه سمعتها منه قال لي غادي تخلصني، هذه هي اخر مره غادي تخلصني، اعطيك الاجل، اعطيني الاجل غدا. قال لي اخر اجل 3، الا ما كنتيش غتخلصني خوي لي. وكنحس بالمعاناه، معاناه زعما لا حول ولا قوه الا بالله. اما عمرني ما ديت يدي لشي واحد، واخا رغم الاعاقه كندمر وكنحاول انني ما نمدش يدي لشي واحد، ولكن تقهرت لا حول ولا قوه الا بالله. كيشوفوني الناس اللي كيعرفوني، وكنخدم، ماشي زعما ماشي كنريح ولا هادي، وما نمدش يدير شي واحد الا ما جاش شي واحد قال لي بسم الله هشري، راه ما نمدش يدير شي واحد. ودابا راه لا حول ولا قوه الا بالله، راه يوم معايا الاصدقاء ديالي كيقولوا لي شوف شي جمعيه، تنقول لهم لا الرزاق الله.